السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالجميع من طلاب في الفيزياء الليزر في جامعة الأزهر. بدي أطلب منكم بس تغلقوا المايك مؤقتا، وحطلب منكم تفتحوا المايك بعد شوية إذا في مجال. أعتقد حيكون الإشي أزبط وأوضح لكم إنكم تسمعوا، وإذا حدا فيكم عنده أي سؤال أو استفسار يبعت على الدردش على طول. محاضرة اليوم هي محاضرة مهمة جدا لموضوع الليزر، تتكلم على اتساع الويدث اللي هو الاتساع والشيب اوف ذا سبيكترال لاين. طبعا احنا طول عمرنا بنعرف السبيكترال لاين هو عباره عن الخط الطيفي اللي بنرصده باستخدام المطياف، وهذا الخط الطيفي طبعا بنرسمه على شكل خطوط. طبعا حورجيكم انا الصوره التاليه، هذه الصوره بالذات، هذه الصوره اللي انا استخدمتها في مقدمه العرض تبعي. اذا انت بتلاحظ لديك هنا continuum spectrum, emission line spectrum وabsorption spectrum، هذا الشكل الطيف اللي منبعث من الحالات الثلاثة. على ايدك الشمال موجود عندك اللي هو الاختلاف في كل ظاهرة من هذه الظواهر. يعني مثلا ايش الفرق ما بين continuum والemission والabsorption spectrum؟ اوكي، continuous spectrum لاحظ انه المصدر جاي من مصباح ضوء عادي. هذا المصباح الضوء لما بيعطيني الضوء الابيض لما انا بحلله فانا بحصل على continuous spectrum، بمعنى انه جميع الاطوال الموجية بتنبعث من الفتيلة التي تشتعل هنا تحت تأثير درجة الحرارة. ولما بحط المنشور هذا بيستخدم في تحليل الضوء فبحصل على continuous spectrum. اما بالنسبة للemission spectrum والabsorption spectrum، لاحظ ان انا كاتب لك جاز هنا، كلمة ايش؟ جاز. هذه كلمة الجاز بتحدد لك انه انت بتتكلم على specific molecules او specific atoms. هذه الاتومز محددة بمستويات طاقة محددة، وطبعا زي ما انت عارف هذه المستويات محكومة ب energy levels. هذه energy levels لما بتعمل لها عملية الاثارة، ليش انا كتبت لك hot gas؟ عشان تعرف انه انا بعمل عملية اثارة لها، اما من خلال الحرارة او من خلال اللي هو الجاز ديستشارج او من خلال اي نوع من انواع الاثارة. فخطوط الطيف التي تنبعث بتكون عبارة عن بصمة خاصة بهذه الاطياف. طبعا لو انت اطلعت على الابزوربشن سبيكترم، انا عندي الغاز موجود وين؟ موجود في حالة الكولد. ايش معنى كولد؟ يعني عند درجة حرارة الغرفة. فيجب اني استخدم مصدر ضوء حتى اسلطه على هذا الغاز، والذي يخرج من هذا الغاز هو بيخرج على شكل طيف امتصاص. ليش؟ لانه الغاز هذا حسب مستويات الطاقة تبعته حيمتص الانيرجي ليفلز او حيمتص الاطوال الموجية المتعلقة بمستويات الطاقة المحصورة في داخل هذا الغاز اللي احنا نتكلم عليه. واذا كان نفس الغاز اللي هو موجود في الهوت وموجود في الكولد، فهنا حيعطيني السبيكترم عبارة عن كامل السبيكترم، ولكن الاماكن اللي ظهرت بالاسود على الفيلم تبعي هي تلك التي ايش اللي صار عندها الامتصاص، وبالتالي الفوتونات اللي عند الطول الموجي هذا بالذات تم امتصاصها، وبالتالي عشان هيك طلع ايش missing photons من المصباح الضوئي. لما انا حطيت المصباح الضوئي بدون اي وسط هنا غاز في الوسط، انا رصدت كل الطيف، لكن لما صار عندي غاز امتص اطوال موجية معينة فظهرت باللون الاسود. الاطوال الموجية باللون الاسود هذا معناته لم يصل ضوء الى الفيلم. اما بالنسبة للاطوال الموجية الملونة اللي طالعة على الشاشة هنا، الاحمر والاصفر والاخضر، هذه معناته انه في عندي انا انبعاثات ظهرت من الاتوميك جاز في الاكسايتد ليفل. اذا لو انت جيت تخيلت معايا انه هاي المستويات الطاقة، هذا هو الجراوند ستيت وهذا هو الاكسايتد رقم واحد وهذا رقم اثنين. اوكي، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. حلقيت الغاز وين موجود؟ موجود في المنطقة هذه. فلما بعمل عملية ريلاكسيشن فبتطلع منه ايش اللي هو مستوى الطاقة. لكن لما نتكلم هنا في حالة الابزوربشن، انا الاتومز تبعتي وين بتكون موجودة؟
بتكون موجوده في الجراوند ستيت. اوكي، هلقيتها الاتومز كلها موجوده في الجراوند ستيت. لما تيجي الذره تمتص الضوء هذا، هي بتمتص فقط اللي ايش، اللي بيساوي المستوى الطاقه اي واحد واي اثنين، فبصير هنا امتصاص وبصير هنا امتصاص. هذا الامتصاص معناته الاطوال الموجيه اللي عند النقطه هذه واللي عند النقطه هذه تم امتصاصهم بالكامل، فلم يظهر عندي اي نوع من ايش الطيف. اذا الاميشن سبيكترم بيعطي لك فكره على مستويات الطاقه المثاره، اما الابزوربشن سبيكترم بيعطي لك فكره على الجراوند ستيت ليفل. اوكي، الجراوند ستيت. اذا لما انت بتدرس الجراوند ستيت بتدرسه في حاله الامتصاص، لما بتدرس الاكسايتد ستيت بتدرسه في حاله ايش، الانبعاث. طيب الشرايح حد انا حطيت لكم اياها على المود، المفروض تكون موجوده عندكم صح؟ اوكي. الان ايش اهميه هذا الموضوع للليزر؟ اذا نرجع للعنوان الاساسي Width and Shape of Spectral Line. يتولد الليزر داخل المادة عند أطوال موجية محددة، وهذا احنا الكلام عرفنا. وهذه الخطوط الموجية لها Emission Lines. في الحقيقة أنا مرة حكيت لكم إياها إنه Emission Lines هاي هي عبارة عن مخطط بترسمه ما بين Spontaneous Emission والتغير في التردد. يعني بمعنى لو أنت جيت بدك ترسمه، فبدك ترسمه بالشكل التالي، بدك تاخذ التردد، هذا التردد اوكي، وهذا التردد وهذا الانتنسيتي. معلش الخط طلع مش مظبوط. وبالتالي لما بدي اجي ارسم انا الاميشن برسمه على شكل خط رفيع طالع الى الاعلى. هذا الخط الرفيع ليس له اتساع، ما كناش نعرف انه له اتساع، كان عباره عن خط رفيع. هذا الخط الرفيع بيعطي لك اللي هو الاميشن لاين، عشان كنا نسميه اميشن لاين. لكن احنا الان لما انتقلنا الى موضوع الليزر صرنا نتعامل مع اطوال موجيه لها ترددات محدده. هذه الترددات المحدده عند مثلا 632 نانومتر، هذا الهيليوم نيون ليزر. طيب ما هو هذا الهيليوم نيون ليزر موجود ايضا عند 632.1 و632.2 و.3. اذا احنا الان بدنا نتكلم قديش الليزر لايت مونوكروماتيك. لما بتقول انت كلمه مونوكروماتيك، انت بتقول انه له خط او طول موجي واحد. طيب لما اجي انا اقول لك انه هذا الطيف واحد عنده 632 631 و633 و.5، اذا انت بتلاحظ معايا انه له اتساع حوالين ال 632. اذا لما اجي انا اقول لك افترضنا سابقا للتقريب، لانه كنا نتكلم على emissions lines على اساس انه كنا نوصف هذا الاميشن لاينز من خلال الريزونانس فريكوانسي. ايش معنى الريزونانس فريكوانسي؟ يعني اعلى قمه التي تحدث عندها اللي هو الطيف، وهو الرمز ميو نوت. اذا افترضنا سابقا ان الطيف المنبعث من الذره يرتكز فقط عند تردد وحيد وهو ميو نوت، لكن في الحقيقه فان عمليه الامتصاص والانبعاث تحدث عند تردد، لا تحدث عند تردد وحيد، ولكن عند حزمه من الترددات التي تشكل اتساع في الخط الطيفي. هذه اللي هو موضوع محاضرتنا اليوم، لانه احنا لما درسنا اينشتاين ريليشن لقينا انه في عندي دالة اسمها رو اوف ميو. الرو اوف ميو هذه بتحدد لك مدى الترددات التي تمتلكها الفوتونات التي تحقق فرق الطاقة E2 ناقص E1. في محاضرة اليوم حنكتشف انه E2 ناقص E1 انه هذه مش رقم محدد بذاته، يعني مش 1.5 الكترون فولت، لا، هذه ممكن تكون زائد او ناقص. زائد او ناقص معناته في لها مدى من التغير. هذا اللي بدنا نعرفه. بتصور انه هذا الرسمه حتعطي لك فكره واضحه عن اللي انا بدي احكي لك اياه بالضبط. المقصود بالمونوكروماتيك، المقصود بالمونوكروماتيك اللي هو احاد اللون، ماشي الحال. طيب الكلمه احاد اللون يعني انا بتكلم على الطول الموجي اللي موجود على ايدك اليمين في الرسمه هاي، شايف؟ لما انا رسمت
الراديشن انتنسيتي او الاميشن انتنسيتي على محور واي، ورسمت على محور اكس اللي هو التغير في الطول الموجي لامدا، فالمطياف تبعي اعطاني اصفار 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 اصفار، لما اجى للون الاخضر اعطاني بيك. طيب لما انت تيجي تفرد البيك هذا وتوسع السكيل تبعك من هنا ومن هنا، او يكون عندك مطياف له دقة تحليل عالية، فستجد ان الخط الطيفي لم يعد خط مستقيم زي ما انت شايف، بل اصبح زي ما انت شايف عيدك الشمال صار له اتساع، وصار للمنحنى او صار لهذا الخط الطيفي صار له شيب، صار له ايش؟ شيب. وبالتالي كلمة لامدا نوت او ميو نوت هي بتشير الى القمة اللي موجودة هنا فقط، بتشير لمين؟ للقمة اللي موجودة هنا. اذا هذا بيعطيني انطباع ان هنالك فوتونات موجودة عند التردد او الطول الموجي لامدا نوت، وايضا عندي فوتونات باطوال موجية زائد او ناقص لامدا نوت، بمعنى انه لم يعد الخط الطيفي هو في الحقيقة خط، انما هو عبارة عن كيرف له معادلة منحنى وله اتساع. اذا من هنا جاء عنوان هذا الموضوع اللي هو Width and Shape of Spectral Line للليزر راديشن ما بين الثيوري والرياليتي، هذا في النظرية وهذا في حالة الواقع. واحنا طبعا من اهم خاصية من خصائص الليزر ايش قلنا؟ قلنا انه هو مونوكروماتيك. طيب قديش مونوكروماتيك؟ هذا اللي بيحدده قيمة دلتا لامدا او دلتا ميو زي ما هنشوف بعد شوية. الان بدنا نحاول نلخص الكلام تبعنا ونقول انه العلماء عشان يقيسوا اتساع الخط الطيفي فهم احتاروا ما بين هل ياخدوا الادنى قيمة اللي هي موجودة هنا وموجودة هنا، وطبعا هذه الانتنسيتي تبعتها بتكون متناهية الى ما لا نهاية، يعني ما بقدرش احدد بالقطع وين هي موجودة. فقالوا انه افضل شيء نأتي الى القمة وننزل وناخذ النص، وبالتالي اصبحت هذه اسمها دلتا لامدا at full width half maximum. اذا لما تشوف انت كلمة full width half maximum اعرف انه اتساع الخط الطيفي تم قياسه وتم رصده من معرفة القمة، لانه القمة بتقدر انت تحددها بسهولة على جهاز المطياف. كيف بتحددها؟ بسرعة، لانه هي اعلى انتنسيتي، وبالتالي لو كان عندك انت دينسوميتر او فوتوميتر وحركته على البقعة الضوئية لا استطاع ان يحدد لك بالضبط اين هي الماكسيمم انتنسيتي، ومن ذلك تستطيع انك انت تعرف اللي هي انك تعرف وين النص تبعها، وهذا النص تبعها بيعطي لك بالضبط قديش الفل ويدث هاف ماكسيمم. هذا الكلام اللي انا بحكي لكم اياه الان، هذا هو الان اصبح لدينا تعريف شامل للفل ويدث هاف ماكسيمم باختصار FWHM، هذه هي الفل ويدث هاف ماكسيمم. وبالتالي اذا انا عندي اللي هو السنترال فريكوانسي او الريزونانس فريكوانسي عندي ميو نوت، وهذه القيمه اللي انا بتعامل معاها كنت في السابق. اوكي، الان لما باجي باخذ الويدث هاف ماكسيمم حيقطع المنحنى وين؟ هاي الماكسيمم، الماكسيمم شايفين وين؟ عند النقطه هذه. الهاف هيها عند النقطه هاي. لما باخذ خط مستقيم زي كده، هذا الخط المستقيم حيقطع المنحنى في نقطتين، هذه النقطه الاولى وهذه النقطة الثانية، بأنزل إلى الأسفل بمسقطي على واي أو على أوميجا أو على الفريكوانسي، فبكون عندي دبليو واحد ميو واحد وميو اثنين. إذا دلتا ميو تبعتي الآن لو أنت جيت تكتبها دلتا ميو إيش بتساوي؟ بتساوي ميو اثنين، أو هنا في الحالة هذه ميو اثنين ناقص ميو واحد. إذا هذه هي دلتا ميو. أوكي، إذا اليوم احنا تعلمنا شغلة مهمة جدا، انه لم يعد الخط الطيفي المنبعث من الذرة هو خط بمعنى الخط، انما له ويدث اسمه ويدث، ويحدد من خلال
الفول ويدث هاف ماكسيمم، وايضا له شيب. هذا الشيب اذا من هنا اجى العنوان، اجى العنوان انه في عندي انا الويدث اللي حكينا عليه وله ايش المنحنى هذا اللي بحدد شكله. طيب لو جيت سالكم الان سؤال، هل الويدث اند شيب اوف سبيكترال لاين في عوامل بتاثر عليه؟ بقول لك في عوامل بتاثر عليه. العامل الاول هو اسمه لايف تايم برودنينج، او بنسميه ناتشورال برودنينج. طبعا كلمه ناتشورال برودنينج هذا معناته نحن لا 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 نستطيع ان نتحكم فيه، لانه بيعتمد على اللايف تايم. النوع الثاني بنسميه دوبلر برودنينج، وهذا طبعا احنا بنقدر نتحكم فيه لانه ظاهره دوبلر كلكم بتعرفوا ايش هي وايش بتتكلم، وحذكركم فيها. وفي عندي الكوليجن برودنينج. اذا الان احنا مهمتنا انه نشوف تاثير اللايف تايم برودنينج على اتساع الخط الطيفي، وهذا اللايف تايم برودنينج اللي هو حيعطي لك ذا بيست مونوكروماتيك لايت. يعني مهما بلغت انت من مهاره وتجارب علميه انك انت تقلل الويدث اوف ذا سبيكترال لاين تبع الليزر، لن تستطيع ان تتفوق على اللايف تايم برودنينج. وفي الحقيقه اللايف تايم برودنينج او الناتشرال برودنينج بيعتمد على هايزنبرغ انسرتينتي برينسيبل، بتمنى عليكم تمروا عليها مرور سريع. حكتب لكم بعض الملاحظات على المودل عشان تقدروا تتابعوها. النقطة الثانية دوبلر برودنينج، زي ما انت شايف بيعتمد على مين؟ بيعتمد على ظاهرة دوبلر. بديك تقرا ظاهرة دوبلر الكلاسيكية وتعرف كيف بتأثر سرعة الموليكيولز على الفريكوانسي المنبعثة منها. واخيرا حندرس الكوليجن برودنينج. يعني احنا في النهاية من الثلاث عمليات هدول حنطلع بشغلتين. الشغله الاولى مساهمه الناتشورال برودنينج في الويدث والشيب، مساهمه الدوبلر برودنينج في الويدث والشيب، ومساهمه الكوليجن برودنينج في الويدث والشيب للسبيكترال لاين. هدول العمليات الثلاثه حنطلع منهم ثلاث معادلات للويدث وثلاثه فانكشنز للشيب. بتوقع انه اللي عندي الان كفايه. بفتح لكم المجال اذا في عندكم اي سؤال على اللي اخذناه لعندي الان، وبعتقد ممكن نعمل جلسه ثانيه يوم الخميس. ايش المقصود في البرودنينج يا دكتور؟ برودنينج اتساع، معنى برودنينج معناته اتساع، وبالتالي الاتساع الطبيعي، الاتساع الناتج عن دوبلر والاتساع الناتج عن الكوليجن او البرشر، وهذول كلهم عوامل بتلعب دور كبير في اتساع الخط الطيفي. واتساع الخط الطيفي معناته بتغير في البروبابيليتيز في رصد فوتونات عند ترددات معينه. هذه القصه مهمه جدا لنا. يعني هيك نورمال ديستريبيوشن معنى الكلام؟ لا، مش قصه نورمال ديستريبيوشن. انت بتتكلم على علاقه ما بين الانتنسيتي اوف ذا سبيكترال لاين والفريكوانسي. هذه العلاقه لطيف خلينا نقول الهيليوم نيون ليزر او الاكس راي ليزر او السي او 2 ليزر، مزبوط ولا لا؟ لما انت تيجي تقول انا عندي الطول الموجي 1.2 ايش مايكرومتر، هذا الطول الموجي، لكن ليس هو 1.2 مايكرومتر، عشان لما تيجي انت تكون دقيق هو زائد او ناقص حاجه اسمها دلتا لامدا. دلتا لامدا هذه مين بحددها؟ بحددها الثلاث بروسيسز اللي انت شايفها امامك، الناتشورال برودنينج والدوبلر برودنينج والكوليجن برودنينج. وبالتالي لما بدك تعمل انت اتوميك سبكتروسكوبي وبدك تسلط ضوء السي او 2 ليزر على مستويات الطاقه تحت الذره وتشوف الابزوربشن، فبدك تعرف قديش الريزونانس ما بين السي او 2 ليزر ومستويات ذره. طبعا دكتور قصدي ايش بالضبط؟ انا بروح مفهوم الريزونانس نفسه. هل لقيت مفهوم الريزونانس؟ مفهوم الريزونانس هو التناغم ما بين شيئين. لقيت لما تيجي انت تقول انه انا مثلا عندي تردد معين لجسر انا بنيته بيعتمد على الخرسانة المسلحة والمسافة ما بين العمدان، فهذا بيكون له ناتشورال ريزونانس. الان لو توفرت لا سمح الله زلزال يمتلك نفس التردد او عنده نفس التردد، فالاستجابة لنغمة هذا الزلزال حتكون مدمرة. هذا بنسميه الريزونانس.
تمام. لما انت تحرك ايدك في المية بتناغم مع الامواج حتزيد قوة الامواج. لما انت بتزق مرجيحة بتردد يساوي تردد المرجيحة، فكل مرة حتعطيها سرعة زيادة. اما اذا كان تردد ايدك بيختلف عن تردد المرجيحة، فاحيانا ايدك حتعمل على تبطيء المرجيحة. نيجي للذرة، اذا توفر تردد يتناغم مع مستويات او فرق مستويات الطاقة، ستمتص الذرة بشراهة، وهذا بنسميه ريزونانس. وبالتالي التناغم ما بين شيئين، عشان هيك بنسميه رنين. مفهوم؟ الناتشرال بودينج هو الاكزاكتلي انه قيمة واحدة للتردد. لا، هو مش قيمة واحدة، هو عبارة عن اتساع لا يمكن السيطرة عليه، لأنه بيعتمد على عمر المحدود لمستوى الطاقة. وهنا حيدخل مبدأ الشك معانا مرة تانية. عشان هيك أنا بقول لك ارجع لمحاضراتك في الفيزياء الحديثة، وارجع لمحاضراتك في ظاهرة دوبلر عشان تقدر. طب يا دكتور، لقيت ايش سبب انه صار في عندي ولد؟ ايش السبب اللي خلى انه يصير في ولد؟ هل لانه ايش بالضبط يعني المفهوم الفيزيائي الاساسي لهذا الشيء؟ لما تيجي انت تمسك خيط رفيع بتقول لي هذا رفيع، صح ولا لا؟ صحيح. بجيب لك خيط حرير بتقول لي هذا ارفع منه. بجيب لك خيط مصنوع من النانو ارفع وارفع. اذا اصغر خيط بتقدر توصل له، هذا بسبب انك انت ما بتقدرش تقص بعد هيك. يعني في عندك ليميت. لما تيجي تقول لي نقطه، ما هذه النقطه بتعتمد على القلم اللي انت رسمت فيه النقطه. يعني لما انا اجي ارسم لك على السبوره نقطه زي كده، اوكي، طب ممكن تجيب انت قلم سنه ارفع وترسم نقطه اصغر. فهذا معناته انه احنا في الحقيقه لما بنقول مونوكروماتيك لايت، فما هو قديش مونوكروماتيك؟ لما تيجي انت تتكلم على لمبه الصوديوم اللي في الشارع اللي بتستخدم في اضاءه الشوارع وبتقول لي هذه مونوكروماتيك، وتيجي للليزر وتصنع منه صوديوم، حيكون برضه مونوكروماتيك. بس ما الفرق بين التنين؟ انه الليزر ويدث اصغر بكثير من مين؟ من لمبه الصوديوم. وبالتالي لمبه الصوديوم هتعطي لك طيف حوالين الريزونانس عند 600 وناس الرقم، عند 611 مثلا، زائد او ناقص كمان 2 نانومتر على الشمال وعلى اليمين. بينما الليزر حيعطي لك 612 زائد او ناقص 0.1 نانومتر. اذا هنا فرق في الاتساع. دكتور، بالنسبه للداله اللي بتمثلها، ايش هي داله؟ شو بتصدر هذه الداله اللي هي بترسم لك الشيب تبع الطيف، اللي هي عبارة عن دالة رياضية. هذه الدالة الرياضية إلها اسم وإلها عنوان وإلها تفاصيل، مشتقة من الدوبلر برودنينج نفسه، ومشتقة من الناتشرال برودنينج، ومشتقة من الكوليجين. بعد ما إحنا نمزج الحالة تاعتنا حقدر أنا أقول لك إيش هي هاي الدالة. بس أنا بدي إياها في المحاضرة، يعني تستبقش الأحداث، بدي إياها في محاضرة اليوم بس تستوعب فكرة انه الخط الطيفي اصبح له اتساع وشكل. المحاضرة الجاية يوم الخميس بنبني على هذا الكلام معلومات زيادة. يلا تصبحوا على خير وكونوا بسلام ان شاء الله. اوكي، الى اللقاء. سلام.